كفى، فأنا بحاجة لقسط من الراحة، كفى. شوبي، لا تبطئ يا شوبي. حسنوني عزيزتي، حسنوني، لا تبطئ السرعة. لا تبطئ السرعة يا رنرن. يا إلهي، ما الذي تعنيه هذه الكلمات؟ ها؟ أجل، ما الذي تعني؟ ماذا تعني يا ترى؟ أجل، ماذا تعني؟ يا ماما، ما الذي كيف تشرحين هذه الكلمات؟ هاي يجب أن أزيد من سرعتي. هاي على ما رأيكم أن أقف على أكتافكم؟ ها؟ على أكتافنا؟ هذا صعب. تقول صعب؟ حسن، لن تذوق العسل الذي سيسقط، أليس كذلك؟ ها يا أولاد، ها؟ حسن، سأفعل ما تريد. يا إلهي، أوكي بسرعة. هذه هي مول. إنني جائع جدا، لا أستطيع متابعة السير.
أرى هناك قطعة من اللحم. إنه لحم عادي لا يعجبني. يمون أنهكها التعب. صحيح يا أولاد الصغار، يا للأسف صحيح صحيح، علينا أن نعالج المشكلة. هيا بسرعة بسرعة. هيا 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 بسرعة بسرعة يا أولاد. هيا هيا يا قد انتبه. هذا 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 هذا. اي 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 هاي انت يا رئيسة عائلة شوبي. ماذا بك يا يمون؟ لقد فاجأتنا يا يمون. ارجو المعذرة، يجب ان ابدي نشاطا اكثر. يوه كادت يمون ان تنزلق، ولكن ماذا ذا المحرك؟ اين يوجد الخلل يا ترى؟ انتظروا. هنا على ما اعتقد يوجد الخلل. ان الانبوبه ما بالك؟ يا هو الخلل يا شوبي. ما بالك انت ايتها العربه البلهاء؟ انطلقي. العربه البلهاء، تأدب أرجوك. ماذا؟ ما الذي تفعلينه؟ إننا لم نصل المحطة بعد. هيا انطلقي. اسكت وتأدب. إلى الوراء. طبق الشهي وفي الوقت المناسب. ما علي إلا أن أمسك بهم لآكلهم. تعالي إلى هنا، سأقدم لك شرابا منعشا. سأنتقم منكم. هيا هيا تعالي إلى هنا إذا استطعت. لقد فعلتها. لا شيء، إنني آخذ قسطا من الراحة يا ماتا. وكيف يمكن هذا يا يمون؟ ماذا